وللمزيد أيضا من التوضيح ينضم إلينا من بيروت النائب جورج عقيس عضو تكتل الجمهورية الجديدة. أرحب بك أستاذ جورج، وأبدأ معك بأهمية منع التصعيد مع لبنان كما حث بلينكين في اتصال هاتفي مع نتنياهو. كيف تتابع هذه المحاولات لعدم توسيع و إشعال الحرب؟ يعني أولاً بدي أقول إنه كل الشعب اللبناني اليوم يعيش في حالة قلق شديد ولبل رعب في بعض المناطق نتيجة التهديد الإسرائيلي السافر باستهداف كل لبنان، وأعتقد إنه المساعي الدبلوماسية لم تهدأ حتى الساعة، ولكن يعني نحن كتكتل نيابي وكجهة سياسية لا نريد فقط تأجيل هذه الضربة وهذه العملية أو احتوائها، نريد إنهاء كل أسباب التوتر القائم في الجنوب والتهديد القائم على كل الأراضي اللبنانية من خلال تنفيذ القرار 1701 وكل القرارات الدولية في لبنان. نحن منذ نشوء هذا النزاع في 7 أكتوبر الماضي كان موقفنا واضح أنه نحن نريد ونلتزم باتفاق الهدنة بال 49، نلتزم باتفاق الطائف، نريد أن تطبق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة في لبنان، واللي مع الأسف يعني إسرائيل من جهة وحزب الله من جهة يمنعان تطبيقها. كل ما نريده هو أن يكون هناك حل شامل وعادل للمسألة الفلسطينية على قاعدة بيان قمة بيروت عام 2002، وندرك تماماً بأنه لن يرتاح هذا الشرق إلا من خلال إيجاد حل عادل للمسألة الفلسطينية وأعطاء الفلسطينيين حقهم، ولكن مع تأكيدنا على ذلك نؤكد بالمقابل أنه إداء حزب الله في لبنان هو يعني الزناد اللبناني، ولكن اليد إيرانية يستبيح لبنان، يقرر الدخول في حرب المشاغلة والإسناد رغما عن إرادة اللبنانيين، ننفرد نحن كشعب لبناني بدفع فاتورة باهظة لهذا الصراع دون باقي الدول العربية. يجب على هذا الأمر أن ينتهي، يجب أن تحزم الحكومة اللبنانية أمرها وأن تفرض تطبيق القرار 1701. نحن ككتل نيابية معارضة تقدمنا الأسبوع الماضي يعني قبل نشوء التوتر الأخير بعريضة نيابية إلى رئيس مجلس النواب لعقد جلسة نيابية لمناقشة سياسة الحكومة فيما يجري في الجنوب، طالبنا بنشر الجيش اللبناني، طالبنا بتطبيق 1701 فورا، لأنه من الحرام أن نستبيح إرادة اللبنانيين وأن نستبيح قرار الحكومة اللبنانية يعني لبنان الرسمي والشعبي من أجل إعطاء إيران ورقة تفاوضية مع دول العالم من خلال لبنان، وكأن إيران طيب سيادة النائب داخل اللبناني، ونحن ندرك أن لبنان لا يقوى لا على حرب الحرب ولا يحتمل الحرب ولا لمدة أشهر. طيب سيادة النائب، السيناريو المتوقع، سيناريو الرد، هل ترى أن يعني من الممكن أن يكون هناك تحديد لأهداف معينة؟ هل من الممكن أن يكون الرد بطريقة مختلفة، أم سيتم الخضوع على الأقل جزء من محاولات التهدئة التي تتم على المستوى السياسي؟ يعني أعتقد بالتحليل الشخصي أنه هناك قرار إسرائيلي بضرب أهداف معينة لحزب الله، ولكن أعتقد أيضا وهذا تحليل شخصي أنه السؤال هو إلى أي مدى يريدون التعميق وتوسيع الضربة على لبنان، ويعني يخشون الجانب الإسرائيلي والأمريكي يخشيان من اللحظة التي يمكن أن تتدخل فيها إيران لمساعدة حزب الله، وتصبح الضربة ليست فقط لحزب الله، تصبح الضربة
مش توجبة لإيران. والسؤال الاستطرادي، من سيقرر ذلك؟ إدارة بايدن أم يترك الموضوع للإدارة القادمة للبيت الأبيض، سواء كانت ديمقراطية أم جمهورية في نهاية هذا العام؟ أعتقد أنه سيبقى لبنان تحت يعني ضغط هذه الحرب، وعم نشوف أنه نحن في عز موسم الصيف اللي ينتظره لبنان يعني بفارغ الصبر لتعزيز العجلة الاقتصادية الراكدة في لبنان. سنبقى مهددين إذا لم نبادر كما قلت إلى الخروج من هذه الدوامة، الرد والرد المقابل من خلال اللجوء إلى الأمم المتحدة فورا عبر الحكومة اللبنانية من أجل المطالبة بالتنفيذ الفوري للقرار 1701، نشر جيش لبنان جيش اللبناني ونشر قوات الطوارئ المعززة على طول الخط من الليطاني إلى الحدود اللبنانية، وعلى أن تباشر إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها على جانب الخط الجانبي الخط الأزرق. وبرأينا الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد المتاح، ماذا وإلا سنبقى مهددين نتيجة الجنون الإسرائيلي ونتيجة الخبث والأطماع الإيرانية وإرادتها بأن تستعمل ورقة حزب الله من أجل فرض أجندتها بالمفاوضات القادمة مع الغرب. هل هناك جبهة تفتح اليوم مع لبنان من أجل الإفلات من العقاب بالنسبة لنتنياهو؟ طبعا هل يستغل نتنياهو الأحداث لصالحه، ولذلك من الممكن أن يكون هناك سببا للتصعيد؟ لم أسمع السؤال لأنه هل اليوم تفتح جبهة مع لبنان للإفلات من العقاب بالنسبة لنتنياهو لكسب المزيد من الوقت؟ يعني بعتقد الخطاب الأخير لنتنياهو في الكونغرس الأمريكي كان واضح، وهو يؤشر إلى أنه يريد يعني حربا شاملة مع إيران، ويحاول أن يجر الولايات المتحدة معه إلى هذه الحرب من أجل يعني أجنته الداخلية داخل الكيان الإسرائيلي، ومن أجل تعزيز صورته أمام الرأي العام الإسرائيلي. نحن في لبنان علينا أن نبدي ونقدم المصلحة اللبنانية العليا، وأن لا نعطي لنتنياهو أو غير نتنياهو أي ذريعة تنفيذ أجندته على حساب الاقتصاد اللبناني، على حساب المدنيين اللبنانيين. وأعتقد أنه تجاربنا مع إسرائيل على مر التاريخ كانت دامية جدا، نعرف أنه آلة الحرب الإسرائيلية يعني إذا ما فتحت شهيتها للاعتداءات على لبنان لا تتوقف إلا بحمام دم كبير. من أجل ذلك يعني نقول ونكرر أنه المسؤولية الأولى تقع على الحكومة اللبنانية من أجل أولاً يعني تزخيم الحراك الدبلوماسي الجاري اليوم مع الإدارة الأمريكية، ثانياً الضغط على حزب الله أن تخرج من أسر حزب الله، أن تخرج من ضغط حزب الله الذي يلغي دوره ورأيه ويكم صوته نهائياً عن المحافل الدولية، أن تستعيد جزء من القرار تمهيداً لتطبيق القرار 1701 وسائر القرارات الدولية. كيف ترى حالة الترقب الموجودة ليس فقط في الداخل اللبناني ولكن أيضا على كافة الأصعدة، من إلغاء رحلات، من أيضا دعوات لبعض الدول الغربية بضرورة رحيل الرعاية؟ كيف تقرأ هذه التطورات على مستوى أكبر من الحدود اللبنانية؟ برجع بقول وبكرر انه اليوم الصراع السياسي العمودي الداخلي في لبنان ينصب على هذه النقطة تحديدا. يعني اولا بدي اوضح انه القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية لا يراهن على الحرب، يعزل تماما ما يجري في الجنوب عن المشهد الداخلي السياسي في لبنان. المواجهة السلمية الداخلية تحت قبة المؤسسات في لبنان
مفتوحة بشكل دائم على حزب الله، غير مقتنعين على الإطلاق بكل التبريرات التي يسوقها حزب الله من أجل تبرير عملية الإشغال والمساندة التي فتحها اعتبارا من 8 تشرين الأول حتى اليوم، التي لم يعني يجني منها لبنان إلا الخراب والخسائر بالأرواح وبالممتلكات. اليوم نحن لا ننتظر شيء من هذه الحرب، لا نريدها طبعا، أكثرية الشعب اللبناني لا تريد هذه الحرب، والمواجهة الداخلية مع حزب الله كانت وستبقى مفتوحة إلى حين يعني بحث استراتيجية دفاعية تكون الدولة مسؤولة عنها وليس فريق لبناني يستقوي بسلاحه لفرض إرادته على سائر اللبنانيين. هذه هي يعني أساسيات هذه المواجهة. نريد من الحكومة أن تكون هي واجهة الخطاب اللبناني، أن تبادر إلى التفاوض باسم لبنان، أن لا يترك هذا الأمر لا إلى رئيس مجلس النواب ولا إلى حزب الله. في دولة وفي حكومة وفي مؤسسات بلبنان يجب أن تبقى هي الواجهة اللبنانية، هي من تقرر باسم اللبنانيين. وأعتقد أنه يعني لا أحد يريد استمرار هذه الحرب. أستاذ جورج، هل كانت إسرائيل تختبر توسيع الحرب باستهداف محيط صور في جنوب لبنان؟ هل هذه كانت رسالة إسرائيلية؟ يعني كل شيء جائز، يعني ما فينا نقرأ بشكل كامل العقل العسكري الإسرائيلي، ولكن اليوم في سباق جاري واضح بين يعني العمليات العسكرية على الأرض وبين مساعي التهدئة. إسرائيل تدرك بأنها إذا شنت حربا واسعة على لبنان هناك مخاطر على أمنها وعلى موقعها. أظن إنها تدرس مدى الدعم الأمريكي الذي سيقدم لها في حال قررت السير بالمعركة، ولكن أعتقد جازما بأن إسرائيل لن تتراجع عن مخططة العدوان تجاه لبنان نتيجة النزاع المسلح مع حزب الله، اللي برجع بأكد ليس لا يملك حزب الله تفويض من اللبنانيين بخوض هذه المعركة، يقوم بها منفردا ويؤثر بها على مصير اللبنانيين. إسرائيل لن تتراجع عن هذا المخطط عم بقول إلا إذا كان في تبشير اتفاق تؤمن من خلاله يعني حل لمسألة المستوطنين الشماليين وإعادتهم آمنين إلى قراهم والمستوطنات. وبعتقد أنه القرار الذي اتخذ داخل إسرائيل بتأجيل إعادتهم لمدة سنة يؤشر إلى أنه إسرائيل تدرك بأنه النزاع مع حزب الله قد يطول إذا لم تؤدي هذه المفاوضات وهذه يعني الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة إلى اتفاق يؤمن ما سبق وأشرت إليه.